تاريخ كبير كابتن هادي خشبه طبعا، وزي ما بقول لكم يعني من هو صغير يمكن من اللاعبين القليلين اللي يمكن لعبوا الدورات الاولمبيه كان في برشلونه. كابتن هادي اعتقد دي كانت اول دوره اولمبيه ليك، وكان لا كان قبليها منتخب شباب 19 سنه 19 لعبنا كاس عالم في البرتغال. في البرتغال صح. خدنا بطوله. انت جيت كابتن وليد صلاح الدين كابتن. بالظبط. احنا لعبنا بطوله افريقيا هنا وخدناها في مصر. كنا في اسكندريه خدناها، وبعدين لعبنا كاس عالم في البرتغال للشباب، وبعدين بعديها دخلنا الاولمبياد برشلونه منتخب الاولمبي. نفس الجيل. نفس الجيل. نفس الجيل. وطلعنا مع بعض ولعبنا برشلونه اولمبياد، وبعدين بقى كملنا بقى المسيره بتاعتنا مع كابتن جوهري في المنتخب الاول. ما شاء الله كابتن هادي. لا وبعدين تاريخ زي ما بيقول في النادي الاهلي. هتكلم عليه كابتن هادي، بس خليني اقول لك كابتن هادي فين من النادي الاهلي في الجزء الاداري. يعني شفنا وقت من الاوقات كابتن هادي خشبه ما شاء الله تقلد المناصب الاداريه بشكل كبير، مش كان قطاع الكوره مشرف على قطاع الكوره كابتن في وقت من الاوقات، وبعد كده الامور كابتن هادي راح نادي تاني. هتكلم على التجربه دي، لكن كابتن هادي فين دلوقتي من النادي الاهلي؟ وانا الحقيقه بعد ما خلصت كوره اشتغلت في النادي الاهلي 8 سنين كمنسق عام، وبعدين مدير كوره، وبعدين مدير قطاع الكوره في النادي الاهلي لغايه 2014. بعد كده يعني اتغير مجالس الادارات والستاف بتاع الكوره اتغير، بس بعد كده يعني من 2014 مش موجود في النادي. هل بتشوف ان الوضع طبيعي ان يبقى تختلف الكوادر وتيجي الكوادر كابتن هادي خشبه، ولا بيفضل الامور ثابته على نفس الاشخاص؟ يعني من وجهه نظر كابتن هادي خشبه يعني في الجزئيه دي. لا انا شايف ان الموضوع لازم يكون من الاثنين، مزيج من الاثنين. يعني لازم يبقى في ناس موجوده بيبقى ليها ثقل اداري او فني موجودين جوه النادي بشكل مستمر، دول اللي اللي خدوا يعني خبرات كبيره جدا من النادي، وبالتالي الخبرات دي بيستفيد منها النادي، ثم ليهم دور كبير جدا في الاجيال اللي طالعه بعد كده ان هم يعلموهم بشكل او باخر. فدول لازم يبقى في ناس ثابته جوه النادي للامور دي. ولازم يبقى في برضو بعض المتغيرات، ان في ناس بتيجي جديده دم جديد يبقى موجود عشان يبقى في حماس في العمل اكتر. يعني مزيج من الاثنين. طب انا هكلمك بمنتهى الامانه كابتن هادي، في بعض النجوم بيبقوا زعلانين، ويمكن يعني في مداخلات بتجيلي بيبقوا ان هم ما بيشتغلوش جوه النادي الاهلي بالرغم عطائهم، بالرغم وجودهم وقت طويل، بالرغم ممكن يكون كمان هم عندهم امكانيات، لكن حتى الوقت اللي هم ما بيشتغلوش فيه ان مجلس اداره ما يعرفش ان هو هل هو كفء للموضوع ده ولا لا. برضو بتشوف الاختيارات في الجزئيه دي بتبقى من خلال ايه، وايه المطلوب عشان يبقى نجم واحد او واحد خدم النادي يبقى موجود جوه النادي يا كابتن؟ بص يا كابتن فاروق، هو الموضوع بمنتهى البساطه ان لازم النادي الاهلي يستفاد من كل نجومه اللي لعبوا على مدار تاريخه. تمام. ما يبقاش حد نجم من نجوم النادي الاهلي ولعب على مدار مثلا يعني حد ادنى 3 4 سنين يبقى موجود جوه النادي وبيشتغل ولعب ما يبقاش ليه تواجد جوه النادي. الاشكاليه اللي هي اللي موجوده ان النادي الاهلي عنده مثلا وظائف محدده بعدد محدد، فبالتالي ايه ما يقدرش النادي الاهلي يتجاوزها. تمام. بس هو انا الكلام ده انا يعني قلته قبل كده وانت موجود كمسؤول يا كابتن. كمسؤول وبقوله دلوقتي كمان ان ان النادي الاهلي لازم يستفاد من كل الكوادر بتاعته في مش على الوظائف اللي موجوده دلوقتي. لازم تبتكر وتبدع وظائف جديده. النادي الاهلي كبير والقماشه بتاعته كبيره جدا. عندك في كل المجالات غير المجال الفني والمجال الاداري، عندك مجالات تسويق، وعندك مجالات ترويجيه، وعندك مجالات للعيبه القدامى. مؤسسه كبيره تقدر يعني النجم ده مش هيجي عبء عليك، ده بالعكس هيجي وهيفيد النادي زي ما هو هيستفيد والنادي هيستفيد. بس ازاي انت تفكر يبقى عندك اداره تخطيط بشكل كبير جدا ان انت تخطط ان ازاي استفاد من الكوادر دي جوه النادي بحيث ما يبقاش فيه اي يعني ضغط على النادي مالي، وفي نفس الوقت النادي يستفاد من هؤلاء اللاعبين القدامى بشكل أكبر. قدمت مشروع بالجزئيه دي؟ ما قدمتش مشروع، لكن هي الفكره ان لازم النادي الاهلي ما يبقاش فيه ولاده يبقوا موجودين بره وفي احتياج مثلا للعمل وما يبقاش ليهم دور جوه النادي. لا لازم يبقى فيه التفكير ان الناس دي تبقى موجوده سواء بقى في كل المجالات. بس الشرط فيها ان انت ما تبقاش يعني ايه موجود بدون اي عمل. لا تبقى موجود بعمل والعمل ده يفيد النادي. بس ازاي بقى التفكير ان احنا نجد آلية للتطوير ده المفروض دور مجلس الإدارة.